السلام عليكم. النهاردة هنتكلم عن السموم الموجودة في الدجاج أو الفراخ البيضة، وبالذات اللي بنشتريها من عند بتاع الفراخ، يعني فراخ المزارع. وهنقول إزاي نشيل المناطق اللي موجودة فيها السموم دي عشان تكون آمنة على صحتنا. أول مكان، وده ناس كتير بتحبه، وهو أجنحة الفراخ، ودي من الأماكن اللي بيدوا فيها الفراخ الحقن، والحقن دي عبارة عن مجموعة من الهرمونات الضارة جدا بالإنسان، والهرمونات دي حتى لو الدجاجة تعرضت للتجميد والحرارة ما بتروحش منها، والهرمونات دي بتسبب أمراض كتير جدا زي أمراض القلب وتصلب الشرايين والأوعية، وكمان بتزود من الإصابة بأمراض الكبد. تاني مكان هو ديل الفرخة، لازم كمان نشيله نهائي، هو والدهون اللي حواليه كلها، يعني لازم نشيل الجزء ده كله لأنه بيحتوي على بكتيريا ضارة جدا وطفيليات ضارة، والبكتيريا دي بتصيب الجهاز الهضمي بأمراض كتيرة جدا. عاوز أقول لكم أن طبعا لو الفراخ دي متربية في البيوت بتكون أفضل كتير من فراخ المزارع، لأن في البيوت بيأكلوها علف، والعلف ده بيكون فيه مجموعة من الهرمونات بس مش كتير زي الحقن اللي بيحقنوا بيها الفراخ. عشان كده لو متوفر حد بيبيع فراخ من الناس اللي بتربي في البيوت اشتروا منهم أفضل. وموضوع تربية الفراخ البيضة في البيوت بقى منتشر، وفي ناس كتير بتبيع زايد عن حاجتها، فالأفضل إننا نشتري منهم. تالت مكان وهو الراس، ودي بتحتوي على مجموعة من السموم اللي ممكن تؤدي للسرطان. رابع مكان وهو الرقبة، الأفضل طبعا إننا نشيل الرقبة بالجلد اللي حواليها كلها، ولو مش عايزين نشيل الرقبة يبقى لازم نشيل كل الأجزاء اللي بيضة اللي بتكون لازقة على الرقبة. بنجيب سكينة ونحكها جامد بالشكل ده، بتطلع بمنتهى السهولة. والرقبة من المناطق اللي الفرخة بتتحقن فيها بالهرمونات دي، فلازم نشيل كل الجلد اللي موجود حوالين الرقبة. والكور دي بتكون عبارة عن الهرمونات المتخزنة وبتكون لازقة جدا في الجلد، ومهما نحاول نشيلها بيفضل منها بواقي. وخطورة الرقبة وجلدها مش بس في الكور دي، لأ كمان الرقبة بتحتوي على كمية دهون كتيرة جدا وبتؤدي للسمنة واضطرابات في الجهاز الهضمي ومشاكل في تصلب الشرايين. وطبعا من افضل الحاجات اللي موجودة ان كتير من الناس ما بيحبوش الجزء ده اللي هو الرقبة واللي حواليها. وكمان هنشيل الاجزاء دي برضو تعتبر حوالين الرقبة، نشيلها خالص بالشكل ده عشان الفراخ تكون آمنة على صحتنا وما تأثرش علينا ولا على أولادنا، لأن الهرمونات دي بتلعب في هرمونات الأنوثة والذكورة بشكل كبير جدا. خامس جزء معانا وهو الجزء الأحمر اللي بيكون بين أوراك الدجاج، الجزء ده كتير مننا بنحبه، وطبعا يعني في ناس كتير بتقول عليه أو بتسميه بكبدة، وهو مش كبدة خالص، هو عبارة عن تجمع دموي فاسد، فلازم نشيل الجزء ده تماما وهوريكوا ازاي تشيلوه بمنتهى السهولة.
هنجيب حاجة ليها بوز رفيع زي السكينة مثلا، بس السكينة مش هتشيلها كلها، هنجيب معلقة صغيرة ونشيل بيها الجزء ده، هنلاقيه بيتشال معانا بمنتهى السهولة ولازم نشيله كله. وبعد ما نشيل الجزء ده كله بناخدها تحت الحنفية ونغسلها عشان لو في بقايا المية تشيلها. سادس جزء معانا والجزء الأخير وهو الفشة، ودي بتكون بين أجنحة الدجاج، وهي الجزء دي بتاع الفراخ طبعا بيشيلها، بس اوقات كتير بيفضل منها بواقي، فلازم نشيل الفشة دي كلها، نشيلها كلها ما نسيبش منها حاجة خالص، لانها بتحتوي على بكتيريا ضارة جدا ما بتموتش حتى لو تعرضت لحرارة عالية. وبرضو هنجيب معلقة رفيعة ونشيلها بيها، هتتشال برضو بمنتهى السهولة. وكمان لو في اي حاجة غامقة او حاجة شكلها غريب لازم كمان نشيلها. وعاوزة اقول لكم كمان حاجة مهمة جدا، اوقات ناس كتير بتشتري الفراخ بتلاقي الجلد بتاعها شبه جلد البرتقانة او مجدر او لون الجلد متغير، في الحالة دي لازم نتخلص من الفرخة دي تماما، لان الفرخة دي كده مصابة بامراض خطيرة. ولازم بعد ما ناخدها من بتاع الفراخ نبص فيها واحنا عنده عشان لو شكلها غريب نرجعها له. وكمان من الافضل اننا نشيل جلد الفراخ او على الاقل ما نسلقهاش ونستعمل شوربتها، ممكن تسووها بطريقة تانية غير السلق زي الشوي مثلا، لانه بينزل كتير من الدهون الموجودة في الجلد. وبعد ما نخلص ننقع الفرخة في مية وخل وملح ونسيبها حوالي نص ساعة قبل التسوية. والخل فايدته انه بيقلل كتير جدا من السموم الموجودة في الفراخ. اتمنى اكون افدتكم بمعلومات جديدة ومفيدة، وربنا يبعد عننا الامراض، والسلام عليكم.